السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل داشة مع حصة جديدة من حصص اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي، المقطع الرابع التنمية المستدامة. واليوم بإذن الله مع تحضير درس الفعل الصحيح وأنواعه صفحة 71. نبدأ. الفعل الصحيح وأنواعه، ألاحظ وأكتشف. مر كلب جائع أمام حصاد يأكل الخبز، فسأله: ألذيذ، ما تأكله أيها الحصاد؟ إنه لذيذ طيب. كيف حصلت عليه؟ ما نوع الكلمات الملونة؟ الكلمات الملونة هي مر يأكل، حصلت، أفعل. نعم، استخرج الفعل الذي به شدة. الفعل الذي به شدة هو مر. استخرج الفعل الذي به همزة. الفعل الذي به همزة هو يأكل. ما هو الفعل الذي خلت حروفه من شدة وهمزة؟ الفعل الذي خلت حروفه من الشدة والتضعيف هو حصلت. ممتاز. ما هو الفعل الصحيح؟ الفعل الصحيح هو الذي خلت حروفه الأصلية الفعل في الماضي من حروف العلة. ما هي حروف العلة؟ حروف العلة هي الألف والواو والياء. ما مثال ذلك؟ مثاله أخذ، دخل، خرج، شد، شكر، أكل، صب. إلى كم نوعا ينقسم الفعل الصحيح؟ وما هي هذه الأنواع؟ ينقسم إلى ثلاثة أنواع: المهموز، المضاعف، والسالم. ما هو الفعل الصحيح المهموز؟ الفعل الصحيح المهموز هو الذي يحتوي على همزة خطأ، مثل أمر، سأل، ملأ. ما هو الفعل المضاعف؟ الفعل المضاعف هو الفعل الذي كان حرفه الثاني والثالث من نفس الجنس، مثل مس، زل. وما هو الفعل السالم؟ الفعل السالم هو الذي حروفه من الهمزة، والذي حروفه خلت من الهمزة والتضعيف وحروف العلة، مثل سجد، خلق، لقاء. أثبت. الفعل الصحيح هو ما خلت حروفه الأصلية من حروف العلة وهو ثلاثة أنواع: صحيح، سالم، مثال رجع، كتب، دفع، مهموز، مثال أكل، سأل، قرأ، مضاعف، مثال مد، رد، جد، صد. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. وأهلا، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.